أغلب الظن عندما نتوقف مع فاصل إعلاني لهذا الحلقة سأقوم بتصفح وسائل التواصل الاجتماعي. هذا ما يسمى ميرا بمتلازمة فومو، نتابع التفاصيل في التقرير التالي. الخوف من أن يفوتك شيء أو ما يعرف بالفومو باللغة الإنجليزية بات ظاهرة تتنامى بشكل كبير مؤخرا وتترك أثارا نفسية بالغة الخطورة خاصة بين أوساط الشبان. تعرف هذه الظاهرة بإحساس الفرد بعد متابعته الكثيفة لوسائل التواصل الاجتماعي بأن الآخرين يمضون أوقاتا سعيدة أكثر منه وينجزون أكثر، فيصبح أسيرا لمتابعة كل تفاصيل حيواتهم حتى لو أنه لا يعرفهم. تتغذى هذه الظاهرة من الحسد والفضول وتؤثر سلبا على مستويات تقدير الذات. وبحسب دراسة حديثة نشرت في مجلة أبحاث الطب النفسي، فإن هذه الظاهرة غير مرتبطة بفئة عمرية محددة أو جنس معين، بل تزداد اضطرابا كلما زاد تعلق الشخص بهاتفه الذكي وزادت نسبة ولوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب أبحاث أخرى، فإن هذه الظاهرة تصيب الأشخاص الذين يمتلكون صحة نفسية هادئة بالمقدار نفسه الذي تصيب أصحاب الصحة النفسية المضطربة. وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور رائد محسن، اختصاصي في الإرشاد النفسي والاجتماعي. صباح الخير دكتور رائد. صباح الخير لك وكل عام. صباح الخير. بداية، ما هي الأثار النفسية لظاهرة الفومو؟ يعني التقرير كان وافي كثير، تقرير شامل. الأثار النفسية إنه الواحد بصير يحس حاله يشعر وكأنه مستثنى مما يدور حواليه. الإطار بسبب لهم حالة من الانكزايتي والديبريشن، القلق أو الاكتئاب. القلق أكثر من الاكتئاب، بمعنى إنه يعني الإنسان عادة يا أما بكون تلميذ طالب يا أما بكون عامل موظف موظفة. فإذا حتى بوقت يعني حضرتك هلا قلتوا انه هلا لما نروح على محطه اعلانيه تقريبا يمكن نشوف شو اجينا بالتواصل الاجتماعي. نفس الشيء، اذا واحد بوظيفته بكون القلق عم بيجي انه انا بدي اشوف شو عم بيصير ب شيء معين، مثلا حدا عم بيشوف شو عم بيصير بحاله معينه امنيه، بحاله اقتصاديه، هذا مختلف. لكن عم نقول انه اجتماعيا شو عم بيصير مع اصحابي، شو عم بيصير مع هاي المجموعه من الاصحاب، شو عم بيصير مع تلك المجموعه، شو عم بيصير مع حدا انا بعتبرهم انه هن متقدمين اكثر مني بالمجتمع. طبعا هيدي الى هي النسبيه، يعني مين بيعتبر حدا متقدم اكثر مني بالمجتمع؟ كل واحد عنده مقاييس. لكن عم نحكي بالظهور والمظاهر، يعني بدي اعرف قبل ما حدا يخبرني انه فلان 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 كانوا متواجدين ومتواجدات في المكان الفلاني وكانوا امبارح سهرانين ما بعرف وين. يعني ما معقول هن يسهروا امبارح وانا ما كنت عارف، ورح يصير هلا ظهر بعد ما عرفت امبارح وين هالمجموعه كانت سهرانه. فحتى باجتماعياتنا والتشبيك الاجتماعي كمان بياثر علينا، وهذا يختلف عن انه حدا بيشتغل بالسوق الماليه بالستوك ماركت وعم بتتابع اسعار الاسهم، هذه ما دخلها بالحاله. نعم دكتور، يعني يمكن أن نفصل هذا الموضوع بأن هناك آثار نفسية وهي التي تتحدث عنها، وهناك أيضا انعكاس على السلوكيات للأشخاص. فالمراقبة المستمرة للناس على مواقع التواصل الاجتماعي تزيد ربما من نية الأشخاص للقيام الفوري بنشاطات قد لا يكون مخطط لها أو غير مناسبة بالنسبة للشخص نفسه. كيف تفسر ذلك؟ يعني خليني انطلق باخر خمس كلمات ذكرتيهم، هي نشاطات، اللي هي انشطه، هوبيز، هوايات او ربما تصرفات او هوايات. هوايات مضبوط، هوايات. خانتني الكلمه. هوايات معناتها انه تعرف علي شوي، انا بتفتكريني انه انا هواياتي هلا تنس مثلا. طب ما هيدي رياضه منا هوايه، لانه كنت حدا امتثل بها او به وبلعب تنس وبدي انا اكون مثله كول. بعد اسبوعين بغير على هوايه ثانيه. تغيير بالانشطه، تغيير بالهوايات، ما بنعتمد على حدا معين. وهيدي تختلف
عند المراهقات المراهقين إذا كانوا مثلا هلا بده يتعلم على الدربكية أو يتعلم غير بعد أسبوعين صار بده يتعلم على العود أو على الجيتار أو على البيانو، لأنه بكون بعده عم بيختاروا، يعني الأهل بخافوا إنه كل أسبوعين بغير نشاط، لا بكون بعده أو بعدها عم توجد حالة بنشاط معين وهواية معينة، مش غلط. إلا إذا كانت بدها تتعلم هواية معينة لأنه صديقاتها هيك بيعملوا وبدها تمتثل فيهم، هيك صار شيء ثاني. لذلك على الأهل مراقبة المراهقات والمراهقين إنه إذا أعلنوا عن اهتمام بشيء ما شو السبب وين مصدره؟ ما غلط إنه لأنه فلان عم بيعمل هيك وحبيت بدي أعمل مثله، لكن كل أسبوعين بدي أعمل مثل حدا وأنا عمري 14-15، فهي تندرج بشكل عام بعنوان الكبير low life satisfaction، عدم الاكتفاء بحياتي. درجة حياة الاكتفاء بحياتي الحالية متدني، وهذا قد يكون عند المراهقات والمراهقين، قد يكون عند حدا عمره فوق ال 18 وعمره 40 و 50. طيب دكتور، عدم الاكتفاء ما هو، شو هو مرجع هذه الظاهرة؟ هل الفومو مرتبطة بالحشرية؟ هل هي موجودة بالطبيعة الفطرية للإنسان أم أنه وسائل التواصل الاجتماعي عززت هذه الحشرية؟ هلا واحد بيفتكر أنه بسبب التواصل الإلكتروني أو وسائل الإلكترونية تدرت، لا بنقول ازدادت لأنه موجودة عبر الأزمان. يعني إذا بتطلع على الأدبيات تبع الفومو تبع استثناء الشعور اني مستثنى بما يحدث، ظاهره قديمه لكن ما كان في مجال واحد يحدثها، يعني تصبح حديثه بشكل انه انا كل يوم على علم. كانت بتكون مرتكزه قبل على التواصل الهاتفي انه يعرف واحد شو عم بيصير هون شو عم بيصير هون، هلا صارت بدقيقتها طبعا نقول بساعتها بدقيقتها في حينها نعلم ماذا يدور، ما بعرف مع مين وعارف مع مين. يعني إذا في حدث ما وبينبعث صور أنا أول واحد بدي أشوف هذا الحدث، فإذا عم بتأثر علي حتى، لأنه كمان ذكرتيها من ضمن سؤالك تأثيراتها، عم بتأثر كمان على بقيادة السيارة. لما حدا بقيادة السيارة مش إنه يعني نعرف نحن إنه يمكن ممكن أي واحد منا حتى إذا نقول انتبه عند القيادة ما بتطلع بالتليفون، ما بتطلع بتطلع بس على إلي مين بعت لي هلأ رسالة أو مين اتصل فيه بحطه جانبا هني بدهم يشوفوا بدهم يسمعوا. اوكي ساعتها فيك انه تاخذ السياره جانبا، بس لا بسبب حوادث السيارات وهذا شيء بنعرفه كلنا، فاذا حتى بالسياره الواحد بده يشوف شو عم بيصير. يجب ان يكون الوضع اكثر دقه والانتباه الى هذه التفاصيل. دكتور رائد محسن اختصاصي في الارشاد النفسي والاجتماعي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه.